يعني الناس كلها في الاتش اس اي ايه طبعا ما حدش سمع عن الاي اس اي اس. انت كل اللي سمعته عن الاي اس اي اس اللي هو عباره عن اي جي بي بروتوكول، تمام، دايناميك راوتنج بروتوكول اي جي بي، شغال انسايد الايه الاوتونوموس سيستم، هو بيشتغل بايه باللينك ستيت الجوريزم، تمام. يعني من الاخر كده بيفضل البارامترز بتاعت الايه يعني معنى صح، هو مش الباند ويدث لكن هو بيفضل عامه يعني ايه بارامترز زيه زي الايه زي الروز بيف، يعني بيفضل حسابات السرعه وسرعه اللينكات على اساس الايه الديستنس فيكتور، على حساب الايه الديستنس فيكتور او على حساب الايه المسافات. بس طبعا ما خدناش البروتوكول ده فين في الاتش اس اي ايه او في الاسوشيت ايه ليفل، بس ان شاء الله دلوقتي هندرس مع بعض التفاصيل بتاعته والايه والاساسيات بتاعته. طيب الاي اس اي اس اختصار ايه برضو؟ ده اول حاجه انت المفروض تعرفها، الانترميديت سيستم، انترميديت سيستم، تمام. ده الايه ده الاختصار بتاع الايه بتاع الاي اس ايه اي اس. طبعا الاي اس اي اس زي ما احنا هنعرف، احنا ممكن نختصر اسمه كده، كنا بندلعه نقول له ايه اس اس على اساس ايه اللي احنا بنقعد نقول اي اس اي اس، لا احنا نقوله على طول ايه يعني ايه اس اس على طول، اس اس برنسبلز. هو في حاجة حضرتك مشيرها ولا؟ عشان السكين عندي سودة بس. يبقى نرجع تاني كده لايه بالنسبه للاي اس اي اس، تمام، هو عباره عن ايه اي جي بي بروتوكول شغال انسايد الايه الاوتونوموس سيستم، بيستخدم كونسبت الايه اللينك ستيت زيه زي الايه زيه زي الاوز بيف. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ يعني ان شاء الله هنعرف الايه في السيشن دي مع بعض ان شاء الله ايه الفرق ما بين الاي اس اي اس والايه والاوز بيف، وامتى بستخدم الاي اس اي اس وامتى بستخدم الايه الاوز بيف. تمام، هنتكلم عن البرنسبلز طبعا، وهنتكلم على اللاب الايه الكيس ستادي اللي احنا بنعملها دايما في الايه في الاخر عشان نقدر نشوف الكونفيجريشن ماشي ازاي ونقدر نعمل تي شوت ايه مع بعض. طبعا هنا في البدايه في الاول كده بيقول لك نظره سريعه اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله مع بعض في الايه في الشابتر ده. بيقول لك انا اختصار الايه الاي اس اي اس هو عباره عن انترميديت سيستم تو انترميديت ايه سيستم، ده اللي هو الايه ده الاي اس اي اس، هو عباره عن لينك ستيت بيزد على الايه على الاي جي بي، والاي جي بي عباره عن انتيريور جيت واي بروتوكول زيه زي مين زيه زي الايه الاوز بيف بالظبط، وزيه زي الايه زي الريب، بيستخدم الشورتست باس فيرست، يعني زيه زي مين زيه زي الاوز بيف. يعني بقول لك ات يوزز ايه شورتست باس فيرست الجوريزم تو كالكوليت الايه الروتس. يبقى من اول حاجه كده تعرف اللي هو شبيه لمين للاوز بيف. الاي اس اي اس هو عباره عن دايناميك ايه راوتنج بروتوكول، تمام. اول حد يعني اشتغل عليه هو الايه هو الايزو، تمام، بس اشتغل عليه بقى في الشبكات اللي هي اسمها ايه سي ال ان بي. سي ال ان بي اللي هو كونكشن ليس نتورك ايه بروتوكول. هتعرف ان الاي اس اي اس كان عباره عن لاير 2 بروتوكول، ما كانش بيتعامل مع الاي بي ادرس، يعني كان تعامله كله في الايه في اللاير 2. حتى انت بعد كده واحنا شغالين قدام هتلاقي المالتي كاست بتاعه هو عباره عن ماك ادرس. يعني انا لما اقول لك الراجل ده هيبعت الهالو لزميله علشان يديسكفر الايه النيبور، فهيبعته مالتي كاست ماك ادرس، مش هيتبعت على انه ايه مالتي كاست اي بي، على عكس الاوز بيف. الاوز بيف كان بيبعت مالتي كاست على 224.0.0.5. الراجل ده بيشتغل في لاير كام؟ في لاير 2، اساسه كان في لاير 2، بيتعامل مع كونكشن ليس ايه نتورك ايه بروتوكول، ده اساسه اساس مين الاي اس اي اس. فانت هتقول لي كده طب الاي اس اي اس ده كده ملوش لازمه بالنسبه لي، يعني دلوقتي شغال على الاي بي نتورك. اقول لك لا، ده بعد كده اشتغلوا على نسخه اتعدلت من الاي اس اي اس، اشتغلوا على الايه على الجزء بتاع الاي بي، بدانا نعمل ايه موديفيكيشن على الاي اس اي اس. فين الاي تي اف بدات ايه بدات تطلع مين تطلع نسخه محسنه منين من الاي اس اي اس علشان تعمل حاجه اسمها الانتجريتد اي اس اي اس. بالنسبه لكلمه انتجريتد، يعني الراجل ده بيسبورت حاجتين، هيسبورت الاي بي فيرجن 4 وهيسبورت الاي بي فيرجن 6 على خلاف الاوز بيف. الاوز بيف كان عندك منه نوعين، يعني شايف بقى اول ميزه انت شايفها بالنسبه لك اللي هو عندي نسخه واحده بتسبورت الاثنين مع بعض. يعني بدل ما اقعد اقول ايه ده انت عندك الاوز بيف فيرجن 2 تمام وعندك فيرجن 3، فيرجن 2 كان بيسبورت الاي بي فيرجن 4 وفيرجن 3 نسخه ثانيه خالص تمام كانت بتسبورت الايه الاي بي فيرجن 6. الراجل ده يعني نسخه انتجريت الاي اس اي اس بيسبورت الاثنين، تمام، بيقدر نتعامل معاه بقى في الايه في التي سي بي اوفر اي بي ستاك موديل اللي هي الايه الدنيا بتاعتنا العاديه بقى اللي هو شغل الاي بيات والاي بي نتورك، بنقدر نفعل الايه الاي اس اي اس ايه. عشان كده النسخه اللي احنا سميناها انتجريتد اي اس ايه اي اس، تمام، بيستخدمها طبعا الايه الاي اس بي تمام علشان ايه. خلي بالك برضه الحاجات دي في الامتحان، يعني انت عارف شويه الجمل اللي احنا قريناها دلوقتي مع بعض ده اصلا في الامتحان اسئله، يعني شايف احنا لسه ما دخلناش اصلا في الموضوع،
وبتلاقي عندك هنا هو جايب لك شويه حاجات كده، هي ايه، هي اسئله في الامتحان. يعني اول حاجه انت حطيت عينك عليها قال لك الراجل ده بيستخدم مع الاي اس بي، تمام؟ يعني الاي اس اي اس ده انتجريتد مع مين؟ مع الاي اس بي. وبالتالي انت تفكر كده اللي هو سكيلابل. سكيلابل يعني ايه؟ يعني في الشبكات بقى الكبيره خالص الضخمه، مش زي بقى الايه الكامبس نتورك اللي هي النتورك العاديه بقى بتاعتك بتاعت الانتربرايز، لا ده بيستخدم في الايه، في الباك بون بقى الشبكات الكبيره، الباك بون نتوركس بقى زي شبكات الايه الاي اس بي. طب بنستخدمه ليه؟ قال لك عشان بساطته، السمبلسيتي بتاعته والهاي ايه سكيلابيلتي. سمبلسيتي ليه؟ هتعرف ان الباكتس بتاعته محدوده، مش زي الاوز بي اف كنت تلاقي ال اس اي تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 و4 وايه واديله 5 وايه واديله 7. مفيش الكلام ده كله، ما عنديش انا الايه الكلام ده كله، كله ده مش موجود مع الايه مع الاي اس اي اس، تمام؟ هتعرف اللي موجود عندك بعض الترمينولوجيز، حاجه اسمها تي ال في، تمام؟ ده ترمينولوجي كده بيشمل كل الايه الكلام اللي احنا بنتكلم عنه. عشان كده احنا بنقول الراجل ده ايه سكيلابل. سكيلابل يعني ايه؟ يعني شغال، يعني بيقدر ياخد ايه عدد كبير من الايه من الديفايسز، وفي نفس الوقت عنده حته كده في حسابات الكوست مختلفه على الايه عن الاوز بي اف، هتعرفها ان شاء الله في الايه في السلايد. لو انت فاكر معانا الاوز بي اف كان ايه، اول لما يحصل مشكله في روت معين كانت كل الناس بتسعى اللي هي تبتدي تبني الشورتست باس ايه تري، وتقعد بقى تبني بقى كل الايه الدنيا. لا الراجل ده عنده حاجه اسمها الايه البي ار سي. البي ار سي اللي هي عباره عن ايه، بارشال روت كالكوليشن، تمام؟ بارشال ايه بي ار سي، كونسبت مهم. بي ار سي بارشال ايه روت ايه كالكوليشن، بيحسب الحاجه اللي حصل فيها ايه المشكله بس، لان انت عارف هنا هو بيشتغل في الباك بون نتورك، فطبيعي لو حصل مشكله في الباك بون نتورك في اي شبكه كل الناس اللي معايا هتهتم بالايه بالنتورك، وهتحاول تتريجر علشان تعمل كونفرجنز. فصعب ان انا اعمل كل الكلام ده ايه على كل المسارات اللي موجوده، تمام؟ فاحنا بنعمل بارشال ايه بارشال روت كالكوليشن، الجزء بس اللي انا محتاجه او اللي حصل فيه مشكله هو اللي بايه بيتعمل له الابديت، مش كل الايه التوبولوجي. يعني مش كل التوبولوجي بقى تبتدي ايه الابديتس بقى وتفضل ايه تقوم وتقعد عشان ايه عشان تعمل ايه كونفرجنس ايه بتاعتك. يبقى اول حاجه انت استفدتها من الجملتين دول اللي هو عباره عن لينك ستيت بروتوكول اي جي بي، بيستخدم الشورتست باس فيرست، تمام؟ دايناميك راوتنج بروتوكول، الحاجات اللي انا معلمك عليها، تمام؟ بيتعامل مع الاير 2 النسخه الاولى منه، تمام؟ سي ال ان بي، تمام؟ وبعد كده بدانا نعدل فيه بالاي تي اف، عدلت، وبعد كده قدرنا نتعامل على النسخه الانتجريتد مع الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن ايه والاي بي فيرجن 6. النسخه دي اسمها انتجريتد اي اس ايه اي اس، بيتعامل مع اللارج اي بي اس بي نتورك، تمام؟ ليه بقى؟ قال لك بنتعامل ليه؟ لبساطته والايه؟ وان هو ايه؟ سكيلابل الاثنين. طبعا كل الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله هنتعرض اليه في الايه؟ في السلايدز الايه؟ اللي جايه فين؟ في الشابترز اللي جايه. هنا طبعا بيقول لك احنا هنتعلم ايه مع بعض في الايه في السلايدز دي، هنتعلم ازاي نفهم الاي اس اي اس اساسياته وكونفيجريشن، وهنبقى فاميليار وهنفرق ما بين الاي اس اي اس والاوز بي اف. وده سؤال كان جالي في الانترفيو بيقول لك قول لي الاختلافات ما بين الاي اس اي اس والاوز بي اف، ده ممكن يجي لك برده كانترفيو في الاتش اي اي، يقول لك ايه الفرق ما بين الاي اس اي اس والاوز بي اف. فلازم انت تكون فاهم الايه الكلام ده كله، يبقى لازم تكون عارف اللي فيه فرق ما بين الاي اس اي اس والاوز بيف، على الرغم ان هما الاثنين حاجه واحده، وهتلاقي كل الدنيا بتاعتهم واحده، بس الفرق في المسميات. يعني انت حتى هتقول لي كده طب ما احنا عارفين اصلا الكلام اللي انت بتقوله، بس دلوقتي في مسميات مختلفه، يعني المسميات مختلفه والسيناريوهات مختلفه، تمام؟ يبقى انت هتطلع من الـ من الـ من التشابتر ده تعرف الفرق ما بين الاي اس اي اس والايه والاوز بيف، وتقدر ازاي تعمل كونفيجريشن للاي اس اي اس. دي الحاجات اللي انت هتطلع بيها منين؟ من الايه من الموديول ده ان شاء الله باذن الله النهارده. طيب اول حاجه هناخد البرنسيبلز، تمام؟ وبعد كده هنفرق ما بينهم، وبعد كده هناخد الايه كونفيجريشن زي ما احنا متعودين مع بعض. طيب اول حاجه هنا بيقول لك السيناريو اللي انت شايفه قدامك، ركز في الايه في السيناريو ده. السيناريو ده بيقول ايه؟ بيقول لك عندك هنا شبكه عاديه زي اللي احنا كنا شغالين فيها منين من السيشنز اللي فاتت. الكامب ده عباره عن ايه؟ عن كامبس نتورك، دي شبكه عاديه بتاعت ايه انتربرايز. ده طبعا الاكسس ايه الاكسس لير بتاعتك، وده الكور ايه الكور نت. طبعا الكور نتورك بالنسبه لك شغال اوز بي اف ايه بدون ادنى ايه مشكله. ليه بقى احنا شغالين في الكامبس نتورك بتاعتك اوز بي اف؟ قال لك لان في فرايتي في الايه في الارياز. انت عارف في الاوز بي اف كان في مجموعه من الاريا، يعني كنا بنقول عندك الاريا العاديه، تمام؟ اللي هي النورمال اريا الباك بون، وفي النون باك بون، وفي الاستب، وفي التوتال استب، وفي الايه ان اس اس اي والايه والتوتال ان اس اس اي،
نظرا بقى لكل الارياز اللي موجوده والاختلافات وتبع السيناريوهات اللي ممكن تحصل في الكامبس نتورك، احنا بنشغل مين؟ بنشغل اوز بي اف. طيب هتقول لي طب ايه الفكره بقى، لان هنا زي ما انت شايف اللي دايما النتورك بتاعتك البوليسي بتاعتك بتتغير في الايه، في الراوتنج انفورميشن. يعني مثلا حابب تضيف فرع جديد، تمام، فانت هتبتدي تضيف اريا جديده. حابب مثلا تعمل مثلا فاين تيونينج مثلا في جزء معين في النتورك بتاعتك، فكل الكلام ده كان ايه، كان الاوز بيف يقدر يسبورت الايه الكلام ده على المدى الايه، على المدى الليميتد او الايه او السمول ديفايسز، اجهزه صغيره يعني، ما تزيدش يعني، يعني ما تزيدش بقى تبقى باك بون نتورك كبيره زي شبكات الايه، شبكات الاي اس بي، لان طبعا هتلاقي في بعض الايه المشاكل في الاوز بيف، نظرا بقى طبعا الباكتس بتاعته كتير وللس هي انواعها كتير والارياس كتير. فاحنا لو قعدنا نعمل الكلام ده في شبكات الباك بون نتورك اللي هي بتاعه الاي اس بي، فده هيعمل معاك كونفليكت ومش هتعرف اصلا تعمل تي شوت للايه، للمشاكل بتاعتك. فقال لك عشان كده، وطبعا انت عارف ان شبكات الاي اس بي بيبقى فيها طبعا انت متصل بايه، بالعملاء بتوعك، يعني مثلا ده عباره عن بروفايدر ايدج وده عباره عن كاستمر ايه ايدج. طب كاستمر ايدج ده اللي هو العميل، ده العميل الاولاني وده العميل الثاني، كل دول عملاء لمين؟ للاي اس بي اللي موجود عندك. فطبيعي ان الاي اس بي بيشغل داخليا، بيشغل بروتوكولات، تمام، بس طبعا عنده ديفايسز كتير، تمام، وبيشغل البي جي بي عشان يقدر يتعامل مع مين؟ مع الاوتونوموس سيستمز المختلفه. يعني الراجل ده مثلا اوتونوموس سيستم 100 وده اي اس بي 200 وده مثلا 300 وده 400 وده 500 وهكذا، كل واحد واخد ايه؟ اوتونوموس سيستم مختلف، فاكيد لازم يرن الايه؟ البي جي بي. فقال لك عشان تسهل على نفسك الكلام ده، زي ما انت شايف اللي دي فلات اريا، فلات اريا يعني ايه؟ يعني بالنسبه لك هنا الباك بون نتورك عباره عن فلات، يعني مش محتاجه بقى التقسيمه لايه؟ اللي احنا بقى نقعد نقول ده لازم يكون في باك بون اريا، والباك بون اريا لازم الترافيك يعدي من هنا، ولازم لو انت وصلت الحاجه بالنون باك بون، لو اتنين نون باك بون اتصلوا ببعض لازم تعمل لهم على الاقل فيرتشوال لينك عشان تقدر تعدي بالايه؟ بالباك بون. الكلام ده طبعا مع الاي اس بي ما ينفعش، تمام، يعني احنا مع الاي اس بي مش هينفع الايه الكلام ده كله. طبعا نظرا للايه، لقصه الاي اس اي اس فاست كونفرجن زي ما انا قلت لك، لان طبعا لو انت مشغل هنا الاوز بيف هتبقى الدنيا صعبه قوي، يعني لو انت مشغل اوز بيف الدنيا هتبقى يعني صعبه جدا اللي انت تقدر ايه تلمها. ليه؟ لان قال لك هنا لو انت فاكر لو حصل اي دروب مثلا في اي روت، الناس دي كلها هتقوم وتقعد وهتقعد تحسب في ايه، في شرطه استباص ايه التري بتاعتها علشان تقدر تسينكرونايز الايه الداتا بيز وتاخد المعلومات الايه الحديثه. قال لك الاي اس اي اس بيعمل حاجه اسمها بارشال روت ايه كالكوليشن، يعني بيحسب الايه المسارات بس الايه اللي اوريدي انت خلاص محتاج ان انت تعملها ابديت، يعني مش هتحسب بقى كل الدنيا بتاعتك وتسينكرونايز الايه الداتا بيز والدنيا تقوم وايه وتقعد. الكلام ده مش موجود فين؟ في الاي اس ايه اي اس. طب قال لك ايه حكايه بقى الهاي ترانسميشن؟ قال لك هنا بالنسبه لك هنا طبعا الداتا بيز بتبقى كبيره، يعني الداتا بيز مش زي بقى الداتا بيز بتاعت الاوز بي اف، لا الداتا بيز كبيره، انت عندك اي اس بي والاي اس بي ده شوف عنده كام راوتر وعنده كام ديفايس بقى ايه، تخيل اي اس بي موجود شوف عنده كام ديفايس وكام راوتر موجودين، فهنا في ترانسميشن كتير وفي سيرفيسز بتتبعت من مكان لمكان، والراجل ده مثلا عنده خدمه معينه وهيكلم الراجل ده وده السايت الاولاني وده السايت الثاني، ففي ترانسميشن كتير. فطبعا كل الكلام ده اللي يقدر يسبورت اي طبعا فيلير بيحصل يبتدي يعمل ايه فاست كونفرجنس هو مين؟ هو بالنسبه لك الاي اس ايه؟ الاي اس اي اس. وانت هتعرف دلوقتي واحنا شغالين مع بعض ليه القصه دي، او ليه انت فضلت الاي اس اي اس في شبكات الباك بون نتورك من الكلام اللي احنا هنقوله. يعني انا بعد كده هسالك اقول لك طب احنا فضلنا ليه؟ طب انت ما ممكن اشغل اوز بيف؟ هتقول لي طبعا عشان 1 2 3 4 الحاجات اللي انت هتشوفها معانا فين؟ في البرزنتيشن. يبقى زي ما انت شايف ده الفرق، ده سؤال في الامتحان بيقول لك لو احنا شغالين على سيناريو باك بون نتورك وعندنا الايه وعندنا النتورك بتاعتنا طبعا، يبقى انت محتاج ايه الحاجات اللي انت محتاج توفرها فين في السيناريو ده؟ محتاج طبعا فاست كونفرجنس تمام عشان الاداء يبقى عالي، البرفورمانس بتاعك يكون عالي. محتاج طبعا حته الايه اللي انت بالنسبه لك ما يبقاش في تحكم في الديزاين، يعني انت الديزاين بالنسبه لك بقى مش معرض ان انت تقعد بقى تقول لازم البتاع دي لازم الباك بون اريا ولازم كله النون باك بون تتصل. الكلام اللي احنا كنا بنقوله فين في الايه في الاوز بي اف، هنا الكلام هيختلف، بس في بعض الشروط اللي انت هتضيفها، يعني ما عادش بقى في الاريا نفسها هي اللي بتتحكم، لا ده الراوتر نفسه هو اللي بيحدد نوع الاريا. يعني انت لما تحط الراوتر هنا وتقول الراوتر ده نوعه كذا، يبقى الراوتر ده كده بيحكم الاريا دي اسمها باك بون اريا، مش شرط بقى تقول اريا 0 هي الايه
هي الباك بون اريا. لا ده انت ممكن اريا واحد تكون باك بون، اريا اثنين تكون باك بون. ليه؟ لان اللي بيحكم في هنا مين؟ هو الراوتر. يعني اللي بيحكم هو الراوتر. لما اقول لك الراوتر ده ليفل 2 يعني عندي راوتر ليفل 2، يبقى الراوتر ده هتقدر تعرف ان دي باك بون ايه؟ باك بون اريا. الاريا اللي محطوط فيها هو عباره عن ايه؟ عن باك بون اريا. قلت لك الراوتر ده ليفل 1، يبقى الاريا اللي محطوط فيها الراوتر ده هي عباره عن ايه؟ عن نون باك بون اريا بالنسبه لك. قلت لك الراوتر ده نوعه ليفل 1 2، يبقى هنا الراوتر ده بالنسبه لك انتر ايه؟ انتر اريا. يعني بقى بيربط بقى اثنين اريا ببعض. يعني هنا الفكره مش ايه؟ مش فكره بقى للانترفيس اتليست واقع واحد في الايه؟ في الباك بون، والكلام ده كله ما عادش الايه؟ المسمى ده موجود. عشان كده احنا بنقول السمبليسيتي او البساطه. يعني البساطه في الايه؟ في الشغل بتاعه. على عكس مين؟ على عكس الاوز بي اف، وهنعرفه ان شاء الله مع بعض دلوقتي ما نستبقش الايه؟ الاحداث. طيب هيبتدي بقى يكلمك هنا على قصه الايه؟ الاي اس اي اس. طيب تعالى نفهم مع بعض الايه؟ الجزء ده. انا قلت اصلا انا شغال في الايه؟ في قلت لك هو شغال في لير 2، يعني شغال في الايه؟ في الداتا لينك. تمام، هو بيسبورت، تمام، بيسبورت الايه؟ السي ال ان بي اللي هو كونكشن ايه؟ ليس نتورك ايه بروتوكول، وبيسبورت الايه؟ الاي بي نتورك. طبعا ده مين؟ ده اللي هو الانتجريتد ايه؟ اي اس اي اس. يعني اصبح بيسبورت بقى الحاجتين اللي هو اللاير 2 بالنسبه لك وشبكات الايه؟ الاي بي نتورك، وبالنسبه لك بيسبورت الايه؟ الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن ايه؟ 6. تمام، دول اسئله برضو في الايه؟ في الامتحان. يعني شايف هو جايب بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانتجريتد اي اس اي اس من ضمن الكاركترستكس بتاعته، ده سؤال في الامتحان. بيسبورت السي ال ان بي والايه؟ والاي بي نتورك، والاي بي نتورك اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن ايه؟ 6، وشغال في الداتا لينك ايه؟ في الداتا لينك ليه؟ تمام، لو انت ملاحظ كده هتلاقي الانتجريتد تمام بدا ايه؟ بدا يشغل السي، اهو جايب لك بيقول لك بشغل السي ال ان بي وبشتغل هنا فين؟ مع الاي بي. طبعا لو انت لاحظت الاوز بي اف كان بيعمل ايه؟ بيعتمد على الايه؟ على في كل لاير على تكنولوجي معين. هنا بيعتمد مثلا على الارض تمام عشان يقدر يوصل لمين؟ لجاره تمام او النيبور بتاعه. بيستخدم شبكات الايه؟ الاي بي، وهو عباره عن بروتوكول نمبر كام؟ 89 زي ما احنا اتكلمنا. وبيتعامل بالايه؟ بالايه؟ بالتي سي بي في نقل الايه؟ الباكتس بتاعته تمام، في نقل الايه؟ الباكتس بتاعته عشان حته الايه؟ ايرلابيلتي. تمام، طبعا هنا بالنسبه للاي اس اي اس تمام، هو هنا بيتعامل مع بعض الايه؟ التكنولوجيز زي ما احنا نقول. هنا بيقول اند سيستم اي اس، اند سيستم اي اس ده بالنسبه لك اللي هو الايه؟ ده التكنولوجي اللي بيتعامل بيها مع الايه؟ مع السي ال ان ايه؟ سي ال ان بي. طبعا الحاجات دي قديمه، يعني الشغل اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله ده دلوقتي هو مش ده اللي ايه؟ مش ده اللي احنا بنشتغل عليه حاليا. احنا بنشتغل على شبكات مين؟ على شبكات الاي بي نتورك، سواء كان اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 تمام. يعني ما عادش حد بقى بيشتغل على الايه؟ على الاصدار اللي هو بتاع الايه؟ الداتا لينك ايه؟ الداتا لينك لاير. ده خلاص كده ايه؟ مش موجود، لان احنا دلوقتي الدنيا بقت مختلفه. يعني كل الديفايسز اللي موجوده بتتعامل مع الايه؟ مع الاي بي نتورك. على عكس مثلا الاوز بي اف كان بيسبورت اونلي مين؟ الاي بي نتورك. تمام، على بقى نفكر مع بعض دلوقتي. فاكر البروسيس بتاعت الايه؟ الاوز بي اف. اول حاجه طبعا لازم تسلم على جارك، ده الطبيعي. يعني انت عندك راوتر تمام، وراوتر عشان يعملوا نيبر ريليشن شيب او فول ادجيسنت زي ما احنا بنقول، كنا هنعمل ايه؟ لازم نقول له هالو. الهالو باكت برضه موجوده فين؟ موجوده هنا، موجوده معاك فين؟ في الاي اس اي اس تمام، بس بتتدلع هنا تمام. يعني بيقول لك ايه؟ بيسميها لك مثلا اي اي اتش تمام، هو مسميها كده. يعني زي بيقول لك اي اس اي اس هل تمام، يعني هو بيدلعها شويه. هتعرف قدام ايه؟ هنشوف الايه؟ المسميات بتاعت الايه؟ بتاعت الهل تمام. ده اول بروسيس بالنسبه لك، ده سيميلر ايه؟ سيميلر للروز بيف. الروز بيف نفس الكلام. طيب بعد ما نسلم على بعض ونبقى خلاص جدان وايه والدنيا تمام وزي الفل تمام، هنبتدي نعمل ايه بقى؟ قال لك هنبتدي نحاول نعمل سينكرونايز لمين؟ للال اس دي بي. طيب فالسينكرونايزيشن هنا في الاوز بيف كان ايه؟ حد فاكر؟ كنا بنعمل سينكرونايزيشن لمين؟ للال اس اي. يعني كل واحد بيبعت الال اس اي بتاعته تمام، واحنا كلنا بنشوف السيكونس نمبر بتاعت الال اس اي ونطبقها وناخد احدث ايه؟ احدث ال اس اي موجوده عن المسار ده. هنا بقى الراجل ده قال لك ايه؟ قال لك لا، ده احنا هنا بدل ال اس اي ده هنبتدي نضيف كونسبت جديد هنسميه الاي ال اس ال اس بي، اللي هو عباره عن لينك ستيت بي دي يو. لينك ستيت بي دي يو، المسمى اتغير. لينك ستيت ايه؟ بي دي يو. لينك ستيت بي دي يو ده بمثابه الايه؟ الابديت تمام، بمثابه الايه؟ الابديت. يعني انت دلوقتي ببعت ابديت، بدل ما ابعته زي الاوز بي في ال اس اي، لا ده انا هبعته في مين؟ في ال اس بي. هبعته منين؟ في ال اس بي. وكلنا هنبتدي نعمل سينكرونايزيشن لمين؟ لل اس بي مع بعض علشان الداتا بيس بتاعنا تكون ايه؟ تكون ايدنتيكال
تمام، تكون ايه، تكون متطابقه. ده الايه، ده الفكر الايه الجديد. وبعد كده طبعا هنعمل الايه، الاس بي اف روت كالكوليشن، وهتعرف بعد كده اللي هو عشان حته الفاست كونفرجنس هو بيعمل حاجه اسمها الايه، البي ار سي، تمام، اللي هو عباره عن بارشال روت ايه كالكوليشن، تمام، هو بيحسب الايه الطريق بس اللي حصل فيه مشكله، تمام، مش هيحسب لك بقى ومش هيبص على كل التوبولوجي، لا ده هيبص على جزء منين، الجزء اللي فيه مشكله منين من التوبولوجي بتاعتك، ده خلى منه اللي هو يبقى ايه فاست ايه كونفرجنس، ويكون افضل في شبكات الايه الباك بون نتورك بالنسبه للايه، بالنسبه للاي اس بي، تمام، بالنسبه للايه الاي اس بي الانترنت سيرفيس ايه بروفايدر. يبقى اول حاجه نركب الكلام ده كده مع بعض، اول حاجه الهلو ده طبيعي، قبل ما نعمل اي حاجه مع بعض او نتبادل اي حاجه لازم ايه، لازم نسلم على بعض، ده الطبيعي. بس هنا السلام بيختلف على الاوسبيف، يعني هو نفس المبدا اللي فيه سلام ما بينهم هما الاثنين، بس الفكره تختلف والمسمى يختلف. وبعد ما نسلم على بعض بنبعت حاجه اسمها الايه السي اس ان بي، السي اس ان بي بالنسبه لنا زي الداتا بيس ديسكريبشن كده، حاجه اسمها كومبليت سيكونس نتورك ايه بي دي يو، اللي انت تبعت صوره كامله للحاجات اللي انت تعرفها، وهو بيبعت صوره كامله للحاجات اللي ايه اللي هو يعرفها. وبعد كده انا بطلب من خلالها بطلب حاجه اسمها الايه البي اس ان بي، اللي هو عباره عن بارشال سيكونس نتورك بي دي يو. بقول له طب انا ما عنديش الجزء ده، ما عنديش الحته دي، ما عنديش ال اس بهايه دي اللي موجود عندك، طب ابعتها لي، ابعتها لي بقى في ايه، ابعتها لي بطلبها من خلال البي اس ان بي، هنعرفها ان شاء الله مع بعض اللي هو البارشال سيكونس نتورك ايه فيديو، هطلبها من خلال حاجه اسمها الايه البي اس ان بي. هيقوم هو يبعتها لي الابديت في ايه، في ال اس بي، هيبعت لي يقول لي خلاص خد الايه، خد المعلومه اللي انت عاوزها. طيب بعد كده عشان اعمل له اكنولجمنت هبتدي اقول له بي اس ان بي تاني، هبعت له بي اس ان بي تاني. يبقى البي اس ان بي دي بالنسبه لنا بتعمل حاجتين، بتريكويست وبت ايه وبتاكنولج، بتعمل ريكويست وبت ايه وبتاكنولج الايه الابديت اللي انت خدته، يعني بتاكد بتطلب اللي هي عاوزاه وبت ايه وفي نفس الوقت بتاكنولج اللي هي خدت الايه المعلومه اللي هي ايه اللي عاوزاها، تمام. يبقى عندك الجزء ده بيقول ايه تاني زي ما انتم شايفين كده مع بعض، الجزء ده عشان احنا كده كده هنقوله مع بعض بالتفصيل، بس انا بحب دايما طالما السلايد موجوده هنا نلم فيها الايه الدنيا، عشان لما انت تيجي معايا في اللي قدام يبقى انت على الاقل عندك ايه، عندك فكره عن الايه عن الموضوع. فهنا بيقول لك ازاي البروتوكول بيشتغل، بنسلم على بعض في حاجه اسمها الاي ايه الاي اي اتش اللي انا ببعتها له، وهتعرف بعد كده اللي هو اصلا بيسبورت الاوز بيف كان بيسبورت كام نوع من انواع التوبولوجي، حد فاكر؟ الاي اس اي اس لا ده بيسبورت نوعين بس من التوبولوجي، فده برضو جزء ايه ليميتد بالنسبه لنا، بيسبورت البوينت تو بوينت وبيسبورت معاك البرودكاست، الاثنين دول بس، ما بيسبورتش بقى الايه الان بي ام ايه ولا البوينت تو مالتي بوينت. فده هيديك ايه مشكله لو انت شغال مع الفريم ريلي، يعني لو انا شغال مع الفريم ريلي هيبقى في مشكله بالنسبه لي، ليه؟ مش هعرف بقى اسبورت حته الان بي ام ايه، لان احنا عارفين الان بي ام ايه بالنسبه لنا لازم اللي يبقى عندك ايه هنا، هو ما بيسبورتش الايه التوبولوجي بتاعت الان بي ام ايه، لكن يقدر يسبورت البوينت تو مالتي بوينت اللي انت ممكن تعملها بوينت تو بوينت. مش احنا عارفين البوينت تو مالتي بوينت اللي انت دي بوينت وعندك بوينت ممكن تقلبها تبقى ايه، تبقى بوينت تو بوينت، يعني الجزء ده بوينت تو بوينت والجزء ده ايه بوينت تو بوينت. فهو يقدر يسبورت ثلاث حاجات من خلال وجهه نظرنا احنا، لكن في حاجه بيسبورت حاجتين بس اللي هو البوينت تو بوينت والايه والبرودكاست. اما هو يقدر يسبورت البوينت تو مالتي بوينت، لان هيقلب لك البوينت تو مالتي بوينت، البوينت تو بوينت وايه وبوينت تو ايه تو بوينت، تمام. يبقى برضو ده حاجه جزء، انا شايف يعني انا دلوقتي ايه بلخص لك الحاجات اللي احنا هنقولها كلها في اللي جاي، يعني يعتبر احنا بنلخصها كده ايه مع بعض بنشوف الفروق، يعني شايف اول الفروق دي بقى اللي بتيجي اسئله في الامتحان، يعني الراجل ده بيسبورت ايه، قال لك الراجل ده بيسبورت البوينت تو بوينت والبرودكاست، ده اللي هو بالنسبه للايه للاس اس بتاعنا اللي احنا بندلعه ده، تمام. طب بالنسبه للاوز بي اف بيسبورت ايه، قال لك ده بيسبورت الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت اللي هو بقى البرودكاست البوينت تو بوينت البوينت تو مالتي بوينت الان بي ام اي، بيسبورت كل الكلام ده الاربع حاجات، الراجل ده بيسبورت حاجتين بس. قال لك ما ماشي ما فيش مشكله، ما احنا قلنا كل حاجه لها ميزه ولها عيب، يعني انت يعني انت عاوز كل حاجه تاخدها في حاجه واحده بس. طب ما الكوست هنا، الكوست هنا كومبلكس، يعني حساب الكوست بالنسبه لك هنا كومبلكس على عكس الاوز بيف، الاوز بيف كان عباره عن ايه اكيوميوليتيف كوست، كل حاجه برضو لها ايه لها ميزاتها ولها ايه ولها عيوب. عندك الكوست ده بينقسم لحاجتين، النار والايه والوايت، وهتعرف واحنا شغالين في كونفيجريشن يعني ايه نار ويعني ايه وايت، يعني الكوست بيختلف، الكوست هنا حساباته كومبليكيتد على عكس مثلا الاوز بيف ده احنا كنا بنحسبها بالورقه والقلم مع بعض،
انا كنت اقول لك ده هيعدي بواحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا كده اكيوميليتيف كوست 3، على عكس الايه، على عكس الاي اس اي اس حساباته في الايه، في الكوست كومبلكس شويه، تمام؟ يعني على عكس بقى لما كنا بنقول لوز باند في حساباته ايه 10 اللي هو الايه الريفرنس باند ويتس على الايه، على الباند ويتس بتاع الانترفيس، لما اتكلمنا على حسابات الايه، على حسابات الوز بيف، الراجل ده بيدلع ال ال اس اي، يعني يعني في الوز بيف كنا بنقول عليها ال اس اي، الراجل ده بيقول عليها ايه ال اس بي اللي هو لينك ستيت فيديو، هو بيسميها كده مجرد الايه التسميه، وبيسمى عنده الداتا بيس ديسكريبشن بيسميها سي اس ان بي اللي هو ايه كومبليت سيكونس نتورك فيديو، وبيسمي ال اس ار اللينك ستيت ريكويست بيسميها بي اس ان بي، وبيسمي اللينك ستيت اكنولجمنت بي اس ان بي. شايف بقى الفروق الجوهريه بقى، اسئله امتحان يعني، اسئله امتحان واسئله ايه، بتبقى اسئله في الامتحان واسئله في الايه في الـ في الانترفيو. ايه الفروق الجوهريه ما بين الاثنين دول؟ الهالو هنا، الهالو هنا بالنسبه لك تمام، منه نوعين، لا اما ليفل 1 لا ليفل 2، لسه هنقولها دلوقتي مع بعض. الراوترات انواع، يعني الراوترات عندك انواع، ما بتحسبش بالاريا، لا ده بتحسب بنوع الراوتر، لو الراوتر ليفل 1 يبقى دي نون ايه باك بول، لو هو ليفل 2 يبقى الراجل ده باك بول، تمام؟ يعني برضه دي اسئله في الامتحان. طب لو هو انتر اريا يبقى ليفل 1 ايه، ليفل 1 2، تمام؟ بالنسبه لك يعدي ايه ليفل ايه، ليفل 1 ايه، ليفل 1 2. تعال نخش في الايه اللي بعد كده، كل الكلام اللي جاي بقى هيشرح الايه اللي احنا قعدنا نحكيه مع بعض ايه دلوقتي. اول حاجه الادرس الايه انستراكشن، احنا زي ما اتكلمنا هيبتدي يبص تاني، كل مره هتلاقيه بيشرح لك ويقول لك الفرق ما بين الايه الاوز بي اف، يعني الجزء ده اوز بي اف والجزء ده ايه اي اس اي اس، هو كل مره هيقعد يقارن لك الايه المقارنه دي لحد ما تقتنع اللي هما الاثنين واحد، بس الفكره ايه اللي ده بيستخدم في حاجات وده بيستخدم في حاجات ثانيه، والمسميات مختلفه، مسميات مختلفه. يقول لك الراجل ده بيتعامل مع التي سي بي اوفر اي بي ستاك موديل، ده مين؟ الاوز بي اف. الراجل ده بيتعامل مع الاو اس ار، وانت عارف اللي هما الاثنين واحد. باشمهندس عبد الرحمن روبي اتفضل الجزء ده. طيب الجزء ده بيقول ايه؟ بيقول لك هنا انا ببص على الفرق ما بين الادرس استراكشر، شكل الايه؟ شكل الدنيا بتاعتك وانت بتعمل كونفجريشن، وانت شغال مع الاوز بي اف بتتعامل مع التي سي بي اوفر اي بي ستاك موديل اللي هي الستاك العاديه بتاعتنا. هنا وانت بتعمل كونفجريشن بتحط في حساباتك الاو اس ار اللي هي التفصيل بقى، تفصيل الايه؟ اللايرز بتاعتك. هنا بتتعامل مع الستاك بتاعت الاي بي، هنا بتتعامل مع الداتا لينك، فبالتالي بتتعامل مع ستاك سي ال ان بي ايه؟ بروتوكول. في الاوز بي اف بتتعامل مع الاي بي ادرس، لما بتيجي تذيع نتورك بتذيع مين؟ بتذيع الاي بي. هنا بتتعامل مع ادرس ثاني اسمه ال ان اس اي بي ادرس. طب ال ان اس اي بي ده اختصار ايه؟ قال لك يا اختصار نتورك سيرفيس اكسس بوينت، تمام؟ لو انت شايف كده اهو، ده الايه؟ ده الفريم او زي ما احنا بنقول الايه النتورك انتيتي اللي احنا بنتعامل معاها فين؟ في الاي اس اي اس، اسمها ان اس اي بي، ده اللي هو شكل الايه؟ شكل النتورك ايه؟ ايدنتيفاير، تمام؟ يعني من الاخر كده الرقم ده هو عباره عن رقم تعريفي، كل راوتر موجود فين؟ في الاي اس اي اس دومين بياخد رقم مختلف عن الايه؟ عن الراوتر الثاني، ده احنا بنسميه النتورك ايه؟ انتيتي في الكونفجريشن، فاحنا بنسمي الرقم ده كله ايه؟ نتورك ايه؟ انتيتي اللي هو ما بيتكررش، ده الايدنتيفاير، زي مين؟ زي الاريا اي دي مع الراوتر اي دي في الاوز بيف، يعني ما تلاقيش راوتر واخد نفس الاريا والايه؟ والراوتر اي دي. يعني هتلاقي كل راوتر مختلف عن الثاني، يعني حتى لو الاريا متشابهه الراوتر اي دي بيختلف، صح؟ فده بالنسبه لك ايه؟ ايدنتيفاير، فهنا الايدنتيفاير هو مين؟ هو الرقم ده، زي الرقم القومي كده. تمام؟ في جواه مجموعه ايه؟ مجموعه زي تقسيمه كده، في زي ايه؟ عاملين اقسام كده، كل قسم منهم ليه ايه؟ ليه مسمى معين. تمام؟ كل الكلام ده كله في الاي اس اي اس بنسميه ال ان اس اي بي، تمام؟ ده اللي هو بالنسبه لي نتورك سيرفيس اكسس ايه؟ اكسس بوينت ادرس. اما في الاو اس بي اف احنا بنتعامل مع الاي بي كصرف، تعامل صرف، ماليش دعوه بقى بالايه؟ مفيش ادرس كده زي الايدنتيفاير، مفيش ايدنتيفاير كده اللي انا بتعامل معاه كده ايه؟ لوحده. تمام؟ لكن هنا بالنسبه للاي اس اي اس انا بتعامل مع مين؟ مع الجزء ايه؟ اللي هو الجزء الخاص بايه؟ زي بالظبط كده ايدنتيفاير كامل على بعضه بنسميه النتورك ايه؟ ايدنتيفاير. طيب تفصيل النتورك ايدنتيفاير بتاعك ده او تفصيل ال ان اس اي بي تفصيله ايه؟ قال لك بينقسم لكذا حاجه من الشكل كده. يعني انت لو جيت تبص على اللي تحت بيقول لك الاول شرط انت شايفه ده بالنسبه لك ايه؟ الاريا اي دي. ده اللي هو رقم الاريا. هتقول لي طب الاريا ازاي يبقى رقمها الرقم اللي انت شايفه قدامك ده؟ هقول له ده عباره عن ايه؟ عن باترن معين. باترن يعني قال لك اول رقم اللي انت شايفه 49 ده اسمه ايه؟
اي اف اي. طب الاي اف اي اختصار ايه؟ قال لك اختصار اوثوريتي فورمات ايدنتيفاير. اوثوريتي فورمات ايه؟ ايدنتيفاير. ده جزء خاص لو انت شغال طبعا في البرايفت ايه؟ راوتنج. يعني طبعا دي حاجات خاصه بيه احنا بينا بالشغل الايه البرايفت، يعني شغالين مع بعض ايه؟ زي بالظبط كده الايه؟ بقول لك في برايفت ادرس، يعني واحنا بنعمل لابات مع بعض كده بنشتغل بالايه؟ بالرقم ده. تمام؟ ده اللي هو رقم كام؟ 49 هتلاقيه ثابت طبعا واحنا ايه؟ واحنا شغالين. ده بالنسبه لي يعدي الايه؟ البرايفت بتاعي. طيب هتقول لي طب ايه الجزء الثاني اللي موجود؟ ده اللي هو عباره عن الايه؟ الايدنتيفاير بتاعك اللي هو الانيشال دومين ايدنتيفاير، اللي هو على بعضه كله بالايه؟ بالرقم اللي هو الاي اف اي. ده بنسميه الايه؟ الاريا بالنسبه لك اي دي. تمام؟ ده الاريا ايه؟ الاريا اي دي بالنسبه لك، زي ما انت شايف الرقم الاولاني ده الباترن الاولاني 49 دوت 3 اصفار 1، ده يعد زي كده بالظبط بقول لك اريا رقم واحد بس. الاريا دي اسمها اريا رقم واحد، مالكش دعوه بالايه برقم 49، ده ثابت معاك برايفت راوتنج. تمام؟ وهنا بالنسبه لك ايه؟ رقم واحد ده يعد الايه؟ الايدنتيفاير على اننا شغالين في الايه؟ في الاريا اي دي رقم كام؟ رقم واحد. هتقول لي طب الباترن اللي بعد كده؟ الباترن اللي بعد كده اللي انت شايفه ده بالنسبه لك هو السيستم اي دي. السيستم اي دي اللي هو الراوتر اي دي. تمام؟ زي ما انت شايف كده. طب هنا رقم كبير قوي. هقول لك لان هنا هو عامل حساب اللي انت عندك ايه؟ هنا مش الفورمات كان بتاع الراوتر اي دي في الاوز بي اف كان عباره عن 32 بت. تمام؟ كان بياخد شكل الاي بي. هنا ده واخد شكل الايه؟ واخد باترن مختلف تاني. تمام؟ على عكس الايه؟ على عكس الايه؟ الجزء اللي هو بتاع مين؟ ده بالظبط زي ماك ادرس كده. تمام؟ زي الايه؟ زي الماك ادرس. الماك ادرس كان عباره عن كام؟ 12 بيت ايه؟ هيكساديسيمال. هو يعني نفس الايه؟ بياخد نفس الباترن بتاعه ونفس النمط. يعني على غرار او على اختلاف الايه؟ الكونسبت يعني. تمام؟ فده سيستم اي دي بيعتبره زي بالظبط كده ايه؟ زي الماك ادرس بتاعك يعني جوه الايه؟ جوه الدومين بتاع مين؟ بتاع الاي اس اي. زي ما انت شايف هنا انا بدي مثلا السيستم اي دي كل دي صفار واحد، معنى كده الراوتر اي دي بتاعنا او السيستم اي دي بتاعنا رقمه كام؟ رقم واحد. طب ايه الخانتين الاخرى دول او الاثنين بايت دول اللي في الاخر او الواحد بايت ده؟ الواحد بايت ده بالنسبه لك حاجه اسمها السيل. تمام؟ حاجه اسمها الايه؟ السيل. السيل دي طبعا لما بتبقى صفر بالنسبه لك يبقى احنا هنا شغالين ايه؟ اللي انت شغال اللي هو الايه؟ النت ايدنتيفاير. النت ايدنتيفاير هنا يعني انت شغال على الايه؟ على الجزء الخاص بمين؟ الجزء الخاص بالنتورك او شغال على جزء الاي بي. يعني انت شغال هنا مع جزء الايه؟ مع جزء الاي بي. زي ايدنتيفاير كده دايما ثابت اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى صفر. تمام؟ بيبقى ايه؟ بيبقى صفر بالنسبه لك. طبعا ده الايه؟ ده اللي هو الاختصار بتاع الايه؟ بتاع الادرس استراكشر ده. يعني انت من الاول كده في الاول وفي الاخر المفروض تكون فاهم الايه؟ القصه كلها هي عباره عن ايدنتيفاير. مجرد حاجه بتعرف الايه؟ الديفايس داخل الايه؟ داخل دومين الاي اس اي اس. وتبقى عارف اللي اول باترن اللي موجود بالنسبه لك ده عباره عن الاريا اي دي، واللي في النص دول اللي هم الباترن اللي هو في النص ده بالنسبه لك سيستم اي دي، والسيل ده عباره عن النتورك. يعني انت شغال كده ايه؟ نتورك او شغال نتورك ايدنتيفاير، يعني شغال على سيرفيس اي بي. يعني انت شغال على سيرفيس ايه؟ اي دي اللي هي الايه؟ الاي بي، اي بي نتورك يعني. تمام؟ يبقى انت هنا لحد دلوقتي اخر حاجه بالنسبه للايه؟ للسلايد دي، انت كده دلوقتي فهمت الايه؟ القصه بتاعت الاي اس اي اس. الاي اس اي اس هو شبيه بمين؟ بالاوز بي اف بالظبط. يعني لو انت عاوز تتخيل كده معانا الدنيا بتاعته هتيجي تعمل ايه؟ هتقول لك طب عندي هنا اريا مثلا. تمام؟ الاريا دي مثلا بالنسبه لي هنقول اريا 1. الاريا 1 دي فيها راوترات. تمام؟ الراوترات دي لو كانت ليفل 2 راوتر، يعني الراوترات كلها اللي موجوده هنا ليفل 2، يبقى الاريا دي اسمها باك بون اريا على طول. يبقى انت هنا الراوتر ده لو واخد ليفل 2 يبقى الراوتر ده بالنسبه لك هو باك بون ايه؟ او الاريا دي بالنسبه لك هي ايه؟ هي باك بون اريا. طب لو عندك اريا تانية موجودة، تمام؟ الاريا دي فيها راوتر، تمام؟ الراوتر ده هو عبارة عن ليفل 1 2، تمام؟ ليفل 1 ايه؟ ليفل 1 2 وواصل معاه راوتر ليفل 1. طيب يبقى الاريا دي بالنسبة لك ايه؟ الاريا دي بالنسبة لك هي نون ايه؟ نون باك بون ايه؟ اريا. عشان انت في الأول وفي الآخر هتقول إن الجزء ده كله، تعالى نغير اللون، الجزء اللي انت شايفه كله، تمام؟ اعتبر الاريا دي مثلا اريا 2. الجزء اللي انت شايفه ده كله بيعبر عن الايه؟ عن الباك بون نتورك اللي هو الجزء ده اللي انت شايفه. الراوتر اللي هو الليفل 1 2 مع مين؟ مع الايه؟ مع الراوترات اللي هي ليفل 2 زي ما انت شايفه. طبعا ده متصل بده. تمام؟ وده طبعا جزء ايه خاص ده كله بنسميه الباك بون ايه؟ ده بالنسبه لنا باك بون ايه؟ باك بون نتورك. والجزء ده كله نون ايه؟ نون باك بون ايه؟ نتورك. وان شاء الله نشوفها مع بعض في الايه؟ في السلايدز الايه؟ اللي جاي. يعني الرسمه هتكون اوضح منين؟ من الرسمه اللي انا راسمها دي. بس انت ده تخيل للايه؟ للدنيا ماشيه ازاي. اول لما تلاقي ليفل 2 تعرف ان الراجل ده ايه؟ باك بون اريا على طول. لقيت ليفل 1 الراجل ده على طول ايه؟ نون باك بون.
نون باك نون ايه نون باك بون اريا، مفيش حاجه ثابته، ما بقولكش الاريا زيرو هي الباك بون، لا مفيش الكلام ده. مع الاريا زيرو هنا مفيش ايه، مفيش حاجه اسمها الباك بون هي اريا زيرو، لا الاريا بتحدد هي باك بون ولا نون باك بون من خلال الليفل بتاع مين؟ بتاع الراوتر. انت عارف ان انت عندك 3 ليفلز، ليفل كام؟ ليفل 1 ليفل 2 ليفل 1 ايه ليفل 1 2. باي ديفولت عشان ده سؤال في الامتحان، الراوتر بيكون ايه؟ بيكون لو انت عملت له كونفيجريشن في الاي اس اي اس بيبقى عباره عن ايه؟ عن ليفل 1 2. يبقى باي ديفولت هو ليفل كام؟ ليفل 1 2. لو انت غيرت بقى خليته ليفل 1 تمام، ده ايه؟ ده حسب الايه؟ الكونفيجريشن. خليته ليفل 2 برضه تبع الايه؟ الكونفيجريشن. ده سؤال في الامتحان اللي هو السؤال اللي انتوا شايفينه ده اللي تحت، اللي هو التقسيمه اللي انت شايفها بتاعت الباترن بتاعت مين؟ ال ان اس اي بي تمام، او ما يسمى بالنتورك ايدنتيفاير. وهنا برضه السؤال في الامتحان بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا الليفلز انواع الراوترز هنا انواعها ايه؟ التايبس بتاعتها ليفل 1 ليفل باي ديفولت، يقول لك الليفل اللي هو باي ديفولت هو مين؟ هو ليفل كام؟ ليفل 1 ايه؟ ليفل 1 2 تمام. هو ده الحاجات اللي انا عاوزك تعرفها منين؟ من السلايد دي. بتشوف بس الفروق الجوهريه ما بين الاثنين. الايدنتيفاير بتاع الاوز بيف كان الاريا مع مين؟ مع الراوتر اي دي. الايدنتيفاير هنا هو مين؟ هو النتورك ايدنتيفاير اللي انت شايفه قدامك ده، اللي هو الجزء ده كله على بعض، ده بنسميه النتورك ايه؟ ايدنتيفاير. وده احنا اللي هنعمله ان شاء الله مع بعض في الايه؟ في الكونفيجريشن بتاعه. نكمل بقى مع بعض الايه؟ الشابتر ده بتاع الاي اس اي اس. طبعا احنا قلنا الكلام ده واحنا شغالين مع بعض دلوقتي اكتر من مره، وقلنا الراوترز عندك او الراوتر اللي موجوده في الدومين بتاع الاي اس اي اس ليها انواع. ده سؤال في الامتحان. عندك ليفل 1 عندك ليفل 2 عندك ليفل 1 2 وده باي ديفولت. وده باي ديفولت ايه؟ اي راوتر موجود بيسبورت ايه؟ ليفل 1 وايه؟ ليفل 1 2، يعني ده الديفولت بتاعه. طيب تعالى بقى نبص الفرق الجوهري بيجي في الامتحان، وده اول سؤال ممكن تلاقيه عندك من ضمن الكوتشن بانك بتاع الايه؟ بتاع الاتش اس اي بي. حته الايه؟ الادجسنسي. لو انت عندك هنا بيديلك مثال بيقول لك لو التو راوترز دول في الاوز بي اف تمام هم مع بعض بنفس الاريا بيقدروا يعملوا الايه؟ الادجسنسي تمام، بيقدروا يبعتوا لبعض الهالو ايه؟ ويعملوا الايه؟ الادجسنسي الفول ايه؟ ادجسنسي ايه؟ نيبر ريليشن شيب. طيب لو انت هنا شغال اللي فيه راوتر عندك وليكن الراوتر ده مثلا ليفل 1 تمام، والراوتر ده ليفل 1 وفي نفس الايه؟ وفي نفس الاريا، دول يقدروا يعملوا مع بعض ايه؟ ادجسنسي تمام. ده سؤال في الامتحان. لو الراوترين ليفل 1 وفي نفس الاريا يقدروا يعملوا ايه؟ ادجسنسي ايه مع بعض؟ يعني ليفل 1 خلي بالك ركز في الجزء ده، ده ليفل 1 وده ليفل 1 تمام، وهو في الاريا في نفس الاريا ان ذا سيم اريا تمام، يقدروا يعملوا ايه؟ ادجسنسي. طيب طب لو هو ده مثلا ليفل 1 تمام وده ليفل 1 بس في اريا مختلفه ما يقدروش يعملوا ايه؟ ادجسنسي. طب لو هو ليفل 1 والراوتر اللي قصاده ليفل 1 2 وفي نفس الاريا يقدروا يعملوا ايه؟ ادجسنسي. ركز في الايه؟ في الجزء ده اسئله امتحان. يبقى الراوتر ليفل 1 مع ليفل 1 ان ذا سيم اريا تمام يقدر يعمل ايه؟ ادجسنسي. طب راوتر ليفل 1 مع ليفل 1 2 في ان ذا سيم اريا يقدروا يعملوا ايه؟ ادجسنسي. طيب طب راوتر ليفل 2 مع ليفل 2 عادي يقدروا يعملوا الايه؟ الفول ادجسنسي، وتبقى الاريا بتاعتهم يبقى ان ذا سيم اريا ويعتبر ايه؟ اللي هو الايه؟ الباك بون اريا بالنسبه لي. يبقى بص كده على الحته دي بيقول لك تو استابليش ا ليفل 1 ادجسنسي انشور ذات تو راوترز يوز ذا سيم اريا اي دي، ده شرط رئيسي وده سؤال في الامتحان. لازم عشان نعمل ليفل 1 ادجسنسي لازم يكونوا ان ذا سيم اريا، سواء بقى كان راوتر ده ليفل 1 مع ليفل 1 او ليفل 1 مع ليفل 1 ايه؟ ليفل 1 2، ده شرط ايه؟ رئيسي. طب لو هما في اريا مختلفه ما يعملوش ايه؟ ادجسنسي. تمام ده سؤال في ايه؟ في الامتحان. تمام كده؟ طيب يبقى انت عندك ببساطه خالص الاي اس اللي فاهم الاوز بيف بيلاقي الدنيا هنا ماشيه، يعني ايه ماشيه كويسه الحمد لله. انت عندك هنا الاريا بتحدد نوعها او التايب بتاعها من خلال الليفل او الراوتر بيبقى ليفل كام في الاريا دي؟ عندك ليفل 1 ليفل 2 ليفل 1 ايه؟ ليفل 1 2 تمام باي ديفولت تمام. هنا عندي الايه؟ الراوتر بيكون لو انت ما عملتش كونفيجريشن لاي اس ليفل كوماند تمام هيبقى باي ديفولت هيبقى كام؟ هيبقى ليفل ايه؟ ليفل 1 2. طيب الراوترين اللي مع بعض من ذا سيم اريا وهم نفس الليفل اكيد بيعملوا عندهم نفس الايه؟ نفس الداتا بيس، واحنا هنشوفها دلوقتي مع بعض، هيبقى عندهم نفس الايه؟ نفس الايه؟ الداتا بيس. وطبعا ليفل 1 لازم يكون عنده داتا بيس ليفل كام؟ ليفل 1، ما يبقاش عنده مثلا الداتا بيس بتاعت ايه؟
بتاع ديفل 2، لا ده هيبقى عنده داتا بيس بتاع ديفل 1 وعنده ديفولت روت بيرمي على الراوتر ليفل 1 2، وهنشوفها دلوقتي مع بعض فين في التوبولوجي بتاعتنا اللي احنا ايه هنعمل عليها كونفجريشن. تمام، وهنقدر نتريس مع بعض الايه الكلام اللي احنا ايه اللي احنا بنقوله. طبعا الاسئله دي اسئله ايه؟ امتحان. هل حد عنده اي مشكله في السلايد دي؟ طيب الرسمه اللي قدامك دي هتوضح لك الايه؟ القصه اللي احنا ايه؟ اللي احنا قاعدين بنحكي فيها. عندك دي هنا انت زي ما انت شايف كده الاريا اللي موجوده على الاند اريا دي هنا بالنسبه لي تعد ايه؟ تعد نون باك بون. ليه نون باك بون؟ قال لك لان الراوتر اللي فيها هو ليفل 1 تمام؟ وعامل ادجسنسي مع مين؟ مع راوتر ليفل 1 2 في نفس الاريا. انت شايف الدايره دي؟ الدايره اللي انا عاملها دول مع بعض في نفس الايه؟ في نفس الاريا. طيب تعال بص على الايه؟ على الاريا اللي هي رقم 4. يعني لو انت جيت تبص على الاريا رقم 4 هتلاحظ الايه؟ دي اريا اهي تمام؟ اريا لوحدها تمام؟ مش معاها يعني مفيش معاها راوتر ايه؟ مفيش معاها مثلا راوتر ليفل 1 او عامل ايه؟ ادجسنسي، بس دي اريا تعد ايه؟ تعد بالنسبه لي نون باك بون ايه؟ اريا. تمام؟ يعني الاريا اي راوتر هيبقى هنا هنا بالنسبه لي ايه؟ نون باك بون. اما الراوتر ده نفسه موجود ضمن الايه؟ ضمن الباك بون، يعني اللينكه نفسها موجوده جوه الايه؟ جوه الباك بون، على عكس الايه؟ روز بيف. لو انت فاكر احنا كنا بنعمل روز بيف كده تمام؟ وكان يجي هنا راوتر، الراوتر ده كان بيبقى انترفيس هنا في النون باك بون، والانترفيس الثاني في الايه؟ في الايه؟ في الجزء اللي هو خاص بالايه؟ بالباك بون. هنا اللينكه كلها فين؟ في الباك بون. انت شايف اللينكه كلها دي معانا فين؟ في الباك بون تمام؟ اللينكه كلها تمام؟ يعني اللينكه كلها دي فين؟ في الباك بون، وحتى الانترفيس الثاني في الايه؟ في نفس الكلام في الباك بون، يعني هما الاثنين في الباك بون، ده ومين؟ وده. يعني الاثنين دول يعدوا كده معاك فين؟ في الباك بون، ده عكس مين؟ عكس الايه؟ الاوز بي اف، كان واحد فيهم في الباك بون والثاني كان فين؟ في النون باك بون. يعني اللينكه كلها زي ما انت شايف بتاعت الراوتر اللي هو ليفل 1 2 موجوده فين؟ موجوده في الراوتر كله واقع في الايه؟ في الباك بون، حتى انت ملاحظ من الرسمه اللي الراوتر كله جاي الدايره جايه فين؟ الدايره كلها جايه هنا على الراوتر كله. صح كده؟ على عكس مين؟ على عكس الاوز بي اف، كان جزء جاي كده والجزء الثاني جاي فين؟ في الاريا الثانيه، هو ده الفرق الايه؟ الاولاني. طيب زي ما انت لاحظت وشايف كده معاك ده ليفل 1 وده ايه؟ ليفل 1 2 قدروا يعملوا ادجسنسي وهم مع بعض في نفس الايه؟ في نفس الاريا، والاريا دي كلها بنسميها ايه؟ نون باك نون ايه؟ نون باك بون. طيب تعالى ايه؟ اهو يبقى كده تاني ده نون باك بون تمام؟ وده عامل ايه؟ فول ادجسنس مع مين؟ مع الراوتر ليفل 1 2. طيب هنا في الايه؟ في الاريا اللي تحت دي انت برضه لازم هتقولها سهله تمام؟ الراوتر ده ليفل 1 وده ليفل 1 عامل ايه؟ فول ادجسنس مع مين؟ مع ليفل 1 2، ويقدر يعمل ادجسنس مع مين؟ مع راوتر ليفل 1 زيه عادي مفيش مشكله اهو مفيش ايه؟ مفيش اي مشكله، ده اللي احنا كل اللي قلناه فين؟ في السلايدز اللي فاتت. طيب الاريا دي نفس الكلام اهو نفس الكلام، كل دول ليفل 1 وعاملين ادجسنس مع مين؟ مع ليفل ايه؟ ليفل 1 2. طيب ايه بقى حته الباك بون؟ هي دي اللي احنا عاوزين نفهم. الباك بون كل الراوترات اللي هي ليفل كام؟ ليفل 2. انت عندك راوتر ده ليفل 2 عامل فول ادجست مع ليفل 2 هنا في نفس الايه؟ في نفس الاريا. لو انت ملاحظ هنا الاريا اللي هي واحد دي هي الباك بون اريا، لان الراوترات اللي فيها كلها هي ايه؟ هي راوترات ليفل 2، وفي نفس الوقت تمام بتقدر تسند وترسيف ايه؟ مع الايه؟ طبعا الايه؟ الروتس مع مين؟ مع ليفل ايه؟ ليفل 1 2، لان ليفل 1 2 ده هو الانتر اريا، يعني بياخد تمام. ايه اللي بيحصل بقى بالظبط؟ ركز في الحته دي جامد عشان ايه؟ عشان الجزء الايه؟ العملي. ايه اللي بيحصل؟ الراجل ده عنده معلومات عن مين؟ عن ليفل 1 تمام؟ يعني عنده معلومات عن الاريا كام اللي هو فيها، بس ما عندوش معلومات عن مين؟ عن الباك بو تمام؟ ده انت بترمي له ديفولت روت تمام؟ بترمي له ديفولت روت وتقول له ايه؟ عامل زي الاستاب، فاكر الاستاب؟ بترمي له ديفولت روت وتقول له ايه؟ والله لو انت عاوز تروح اي حاجه بايه تعالى لي وانا ايه؟ وانا بصفتي في الباك بون تمام؟ انا ايه؟ انا هقدر اوصلك. هي دي الايه؟ دي الفكره اللي موجوده فين؟ في الاي اس اي اس. يعني لو انت لاحظ حتى الدايره بتاعت الباك بون كلها موجوده على راوترات ليفل 2 وراوترات كام؟ ليفل 1 2، بس ليفل 1 2 عامل ادجسنسي تمام؟ مع مين؟ مع ليفل 1 عشان يقدر يبعت له الايه؟ او يرمي له الديفولت روت عشان يقدر ايه؟ لو هو مش عارف اي حاجه ايه؟ يقدر ايه؟ يقدر يوصل لها من خلال مين؟ ليفل 1 ايه؟ 1 2 تمام؟ يبقى هنا لو انت ملاحظ هنا تلاقيه بيسال سؤال اي اس اي اس اريا باوندري از ا راوتر، يعني الباوندري هنا ايه؟ راوتر. اما هنا
في الاوز بيف اريا از باوندري راوتر انترفيس. يعني لو انت لاحظ الباوندري هنا هو راوتر كله على بعض، لكن في الاوز بيف كان انترفيس بس، يعني انترفيس هنا مع انترفيس في اريا ثانيه، يعني الباوندري كان انترفيس، لكن هنا الباوندري راوتر. تمام، الباوندري هنا بالنسبه لنا ايه؟ يعد ايه؟ يعد راوتر. ده الفرق ما بين ايه؟ ما بين الاي اس اي اس والايه؟ والاوز بيف. الجزء ده زي ما انت شايف بيشرح لك الهلو، انا قلتها لك واحنا بنتكلم قبل كده، يعني انا شرحت لك الجزء ده قبل كده واحنا ايه واحنا بنتكلم. بيقول لك هنا الراجل ده بيسبورت نوعين من التوبولوجي، التوبولوجي بتاعت البوينت تو بوينت، تمام، والايه والبرودكاست. خلي بالك بقى عشان احنا هنربط هنا الايه، هنربط الاحداث. البوينت تو بوينت هنا تمام، الرساله بتاعته مش الهالو العاديه، ده بيدلعها بيسميها الايه الاي اي اتش اللي هو الاي اس اي اس هالو يعني. تمام، والتايمرات بتاعتها باي ديفولت عندك في ليفل 1 10 وليفل 2 10، ده الديفولت يعني، ده التايمرات اللي انت ممكن تلعب فيها اصلا وتقدر ايه تغيرها في الايه في الكونفيجريشن. طب هنا بالنسبه للايه للشبكه البرودكاست، حد يقدر يقول لي انا قلت لك الراجل ده زي الاوز بي اف، هنا دلوقتي لو احنا شغالين هل هنعمل فول ادجيسنس مع كله؟ وهل في دي ار في ديزيجنيتد راوتر؟ قال لك ايوه، قال لك في هنا دي ار، بس الدي ار هنا اسمه دي اي اس ديزيجنيتد انترميديت سيستم. شايف بيغير بس الاسماء، بس الاعلى في البرايورتي هو اللي بيبقى دي اي اي دي اي اس. قال لك هل في بي دي ار؟ هل في مثلا باك اب؟ قال لك لا مفيش باك اب، الراجل ده ما عندوش باك اب. خلي بالك بقى من الحاجات دي في الانترفيو، تمام، مفيش باك اب، ما عنديش الا مين الا ديزيجنيتد بس، اسمه ايه؟ اسمه الدي اي اس، وهو الاعلى برايورتي، هو الايه وهو اللي بيتم انتخابه في الايه في الليله دي كلها، هو اللي بيمسك الايه اللي بيبقى عنده التفاصيل، وهو اللي بيبقى عنده السي اس ان بي. السي اس ان بي اللي هو الداتا بيز الكبيره اللي بيوزعها على مين؟ على باقي الايه؟ على باقي الراوترات اللي عنده، بحيث يقول لهم والله يا جماعه لو انتم عندكم حاجه ناقصه ابعتوا لي الايه؟ البي اس ان بي، تمام، عشان ابعت لكم الايه؟ ال ال اس بي وتاكدوا لي بالايه؟ بالبي اس ان بي، وهنقولها ان شاء الله مع بعض دلوقتي في الرسمه اللي جايه. يبقى الراجل ده مين؟ هنا بيتم انتخاب مين؟ بيتم انتخاب دي اي اس الاعلى في الايه؟ في البرايفت. نفس الايه؟ نفس الكونسبت بتاع مين؟ بتاع الاوز بيف. طيب لو انت انتخبت الراجل ده على انه ايه؟ على انه دي اي اس، طب ايه اللي بيحصل معاك بعد كده؟ قال لك هل في بي دي ار؟ هل في باك اب؟ قال لك مفيش باك اب. طب دلوقتي هل انت بتقلل في عدد الادجيسنسي؟ قال لك لا، هنا الراجل ده بيعمل فول ادجيسنس مع كل الناس، مش زي التاني بقى، يعني مش زي التاني بيعمل ايه؟ كان بيعمل مع الدي ار بس، يعني الفول ادجيسنس كانت مع مين؟ مع الدي ار، تمام، ومع البي دي ار، وكان الدي ار اذرز كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا تو واي، مفيش هنا الكلام ده، كلهم بيعملوا ادجيسنس مع مين؟ مع بعض فول مش، تمام. طيب قال لك ايه تاني؟ قال لك الراجل ده لو الدي ار ده وحصل عنده مشكله، تمام، او في واحد دخل اعلى في الراجل ده مثلا باي ديفولت 64، دخل واحد تاني واحنا شغالين 100 اعلى منه، قال لك الراجل ده بيقبل الاعلى على طول، الراجل ده ما عندوش ايه؟ ما عندوش دم. يعني انت قاعد شغال وطالع عينك، تمام، ويجي واحد تاني بعد كده اعلى منك في البتاع، طب احفظ لي الجميل يا راجل، ما انا قاعد شغال من ساعتها، يعني سيبني شغال لحد ما اهنج واجيب اخر. قال لك لا، طالما انا جيت انا اللي ايه؟ انا اللي هشتغل. هنا الراجل ده بيسبورت البريمت. البريمت ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو يعني ايه؟ اي حد يجي واحنا شغالين والدنيا ستيبل، لا انا ماليش دعوه، انا هوقع الدنيا كلها وهشتغل، لازم الراجل الكبير هو اللي يمسك الايه؟ هو اللي يمسك الدم. على عكس الاوز بيف لما عملناه في اللاب مع بعض، الراجل فضل زي ما هو، مفيش الا لما انت رسترت الايه؟ الاوز بيف بروسيس معانا، تمام، بدا ايه؟ بدا يحس بالايه؟ بالدنيا دي كلها. طيب بالنسبه للشغل بقى الايه؟ الديسكفري بتاع النيبور، قال لك الراجل ده بيستخدم حاجتين، عندك ماك ادرس لليفل 1 مش شرط تحفظه، اعرفهم اللي هم 14 وكام و15، ده سؤال بيجي في الامتحان يعني، بس هي مش خدها بالشبه كده يعني، انا مش شرط اقعد احفظ الايه الماك ادرس ده. ليفل 1 اللي هو كام؟ 14، وليفل 2 تمام كام؟ 15. ده فين؟ ده في الايه؟ لو انا ببعت لليفل 2 يبقى على كام؟ على 15. ليفل 1 يبقى انا ببعت على كام؟ على 14، تمام. في الاوز بيف بالنسبه للامر، في الاوز بيف ده كان في الامر كان اسمه ايه؟ اوز بيف نتورك تايب تقريبا، ولا اه اوز بيف نتورك تايب، تمام، هنا كان اسمه سيركت تايب، تمام، هنا اسمه سيركت تايب، هناك كان اسمه نتورك تايب، تمام، هو ده الايه؟ ده القصه ايه؟ ده الكلام اللي احنا قلناه.
لو احنا بوينت تو بوينت تمام والراوترين مع بعض عاوزين يعملوا نيبر ريليشن شيب زي ما انت شايف ده السيستم اي دي بتاعه. فاكر هناك في الوصف كنا بنقول راوتر اي دي، هنا سيستم ايه؟ سيستم اي دي. قال لك مجرد بس ايه؟ تو واي هاند تشيك. تو واي هاند تشيك يعني ايه؟ يعني ما فيش حته الايه يعني ايه اللي احنا هيبقى فيه يعني زي ما بنقول ايه يعني مجرد لما تبعت له تقول له انا عاوز اعمل بوينت تو بوينت اي اي اتش وهو رد عليك خلاص، يبقى احنا كده عملنا الايه؟ الهاند تشيك، شفنا بعض وبقينا جيران، يبقى كده ايه؟ تو واي على طول. مجرد لما هو يبعت لك وانت تبقى اب واي باب خلاص ايه؟ يبقى احنا كده ايه؟ ما عندناش اي مشكله. طيب فكره بقى الايه اللي هو الثري واي، تمام؟ الثري واي بقى فين؟ عندك في البرودكاست تمام، او في الايه، في المالتي اكسس، ده في البوينت تو بوينت. طب لو انت شغال بقى في الايه في البرودكاست ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام اللي كان بيحصل فين؟ حد فاكر في الاوز بيف بيقول لك انا عاوز اعمل اي اي اتش، انا السيستم اي دي بتاعي كذا وانا ما عنديش نيبر، ده بقى اوتوماتيك ديسكفري. بيقوم الراجل ده يرد عليك يقول لك ايه، انا فلان وهحطك ايه كنيبر بالنسبه لي. يوم الراجل ده يقول له خلاص انا خلاص كده اتاكدت ان انت ايه تمام والدنيا ايه ما فيش فيها مشكله وخلاص نعمل الدي اي اس ايه الكشن مين فينا الايه الدي اي اس تمام. ده فين؟ ده في المالتي ايه، في المالتي اكسس او في الايه في البرودكاست. سهله وبسيطه ما فيش ايه ما فيش فيها مشكله. يبقى التو ايه زي ما انت شايف سهل، ده في البوينت تو بوينت تمام، يعني في البوينت تو بوينت هنا تو ايه تمام. جه بعد كده بيقول لك بدات لما بدانا نعدل بدا يقول لك ان البوينت تو بوينت ممكن ينفع يكون 3 واي، يعني بداوا يعدلوا فيها تمام. اما هنا في المالتي اكسس ايه 3 واي، بيروح يعمل اوتوماتيك ديسكفري على المالتي كاست، بيبعت على المالتي كاست اللي هو سواء بقى ليفل 1 او ايه او ليفل 2 زي ما احنا اتكلمنا. عندنا 2 ادرس مالتي كاست، واحد 14 والثاني كام 15، فهو بيبعت عليهم عشان يعمل اوتوماتيك ايه اوتوماتيك ديسكفري. طيب السلايد دي مهمه جدا وبتيجي في الانترفيو على طول وانا شخصيا اتسالت فيها. طيب بتقول ايه؟ بتلخص لك كل الدنيا، بتقول لك هنا لو احنا عاوزين نعرف الالكشن في الايه برايورتي في الاي اس اي اس الدي اي اس الالكشن بختار او مين اللي بيشارك في الانتخابات. قال لك في الاي اس اي اس كل الناس بتشارك بكل البرايورتي، اي برايورتي بتدخل في الانتخابات عادي. اما في الاوز بيف قال لك الصفر ما بتدخلش لا دي ار ولا ايه ولا بي دي ار، ده فارق جوهري، كل الناس بتدخل، ماليش دعوه بقى البرايورتي بتاعتك صفر 1 2 64 زي ما انت عارف، فكل الناس بتدخل في الاي اس اي اس. من الاخر كده الاي اس اي اس فاتحها ايه سبيل اي حد بيدخل تمام، اي حد بيدخل وينتخب نفسه ويظبط ايه ويظبط احواله. طيب بالنسبه للويتنج تايم علشان نعمل ايه ننتخب الايه الدي اي اس، قال لك في الاي اس اي اس احنا بننتظر بس ايه تو هالو، يعني لو هالو ب 10 بننتظر 20 ثانيه عشان الانتخابات تتم. طب هنا قال لك بننتظر 40 ثانيه عادي لحد ما الانتخابات ايه تتم، ده في الاوزو. طيب الباك اب قال لك الراجل ده ما عندوش باك اب، الراجل ده ايه عنده البي دي ار. الادجسنسي الراجل ده كل الراوترات بتعمل فول ادجسنس، الراجل ده الدي ار اذرز بتعمل تو واي. شايف الفرق بقى؟ ده اسئله انترفيو اهو تمام. البرميشن الراجل ده بيدعم البرميشن، لو واحد جه اعلى في البرايورتي بياخد مكانك وانت قاعد. الراجل ده طول ما الدنيا مستقره تمام انا شغال ما عنديش اي مشكله. طيب هنا الراجل ده كل فتره بيبعت السي اس ان بي بتاعته عشان يضمن الايه السينكرونايزيشن. السي اس ان بي اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي ايه اللي هي الداتا بيس ديسكريبشن اللي هو التوصيف المتكامل اللي بيبعته مين الدي اي اس. يبقى الدي اي اس بيبعت السي اس ان بي لكل الناس بتاعته اللي موجوده كل فتره علشان يتاكدوا ان كل الداتا بيس عندهم ايه سينكرونايز او كلنا ايه زي بعض. الراجل ده بيقلل على قد ما يقدر ال اس اي فلادنج، يعني بيبعتها كنت فاكر كنا بنبعتها قد ايه 3600 كل ساعه، وكل نص ساعه بيحاول يشوف لو ما فيش اي حاجه جات لي عن البتاع ده عن ال اس اي دي بيبتدي ايه بعد ساعه يقوم ايه يعملها اكسباير ويبتدي يظبطها من تاني تمام. هنا الدي ار بيقلل مش كل فتره بقى بيبعت ايه فلادنج عشان يبعت للناس، لا ما فيش الكلام ده. ده اسئله امتحان، شايف السلايد دي؟ ده اسئله امتحان تمام. السلايد دي سؤال امتحان. الحاجات اللي بتيجي دايما دي اللي هي بتاعت الباك اب، حاجات اللي هي اللي فيها فروقات جامده زي الباك اب مثلا، وزي اللي كل الناس بتعمل ادجسنس مع بعض تمام، وزي البرميشن ده فرق جوهري، يعني الحاجات اللي فيها فرق جوهري اللي هم التلات حاجات دول اللي ورا بعض دول مهمين. التلات حاجات دول ده الفرق الايه؟ الجوهري.
جزء تاني من الاجزاء المهمه اللي هو بقى بيبتدي يقول لك على الباكتس اللي بتتبعت والحاجات اللي بتتبعت بقى الايه ما بين الايه الراوتر. قال لك اللي دايما خلى الاي اس او اس السكيلابل وقوته فين؟ قوته في التي ال في اللي هو التايب واللينس والفاليو، تمام؟ ده اقوى حاجه موجوده فيه اللي هو التقسيمه بتاعت مين؟ بتاعت الاستراكشر بتاعه بتاع الباكت، تمام؟ يعني الباكت الكابابيلتيز بتاعته بتقدر تغيرها زي ما انت عايز. ليه؟ لان قال لك التي ال في بتنقسم للايه؟ للحاجات اللي انت شايفها قدامك دي. اول حاجه ال اس في بي ديو دي مقابله لمين؟ لل ال اس اي، تمام؟ مقابله لمين؟ لل ال اس اي في الاوز بيف، تمام؟ طيب قال لك هنا في عندك ريال نود ال اس في اللي هو الديفايس نفسه اللي هو ال اس في اللي هو الديفايس اللي هو الراوتر، تمام؟ الراوتر اللي ايه؟ اللي بيبعت ال اس في، وعندك البسودو نود اللي هي موجوده فين؟ موجوده في البرودكاست، بتبقى بسودو نود اللي هي اللي زي الدي اي اس، يعني اللي هو الدي اي اس كده بيبقى في عندك بسودو نود، يعني حاجه وهميه كده بتعبر عن مين؟ عن الدي اي اس. وعندك بالنسبه للجزء اللي هو الخاص بالايه؟ بالاس ان بي اللي هو السيكونس نتورك فيديو بروتوكول فيديو، دي بتستخدم في الايه؟ في السينكرونايزيشن اللي هي بالنسبه لنا هنا، تمام؟ تعد زي الجزء الخاص بمين؟ بالسي اس ان بي. السي اس ان بي هنا هو الداتا بيز ديسكريبشن، الداتا بيز ايه؟ ديسكريبشن بتاعتها، تمام؟ دي اللي هي الايه؟ الداتا بيز ايه؟ ديسكريبشن. طيب البي اس ان بي ده بتستخدم في الريكوست عشان توصل في الامتحان وفي الايه؟ وفي الاكنولجمنت. لو انا محتاج اعرف معلومه المعلومه دي اصلا ناقصه من عندي ببعت بي اس ان بي، وبعد ما تستقبل المعلومه في ال اس بي، تمام؟ بيبعت لك الابديت، بتبتدي ترد عليه بي اس ان بي تاني تقول له خلاص انا اكدت الايه؟ المعلومه. يبقى البي اس ان بي بيعمل ريكوست وايه؟ واكنولجمنت، بيريكوست وايه؟ واكنولجمنت بدون ايه؟ بدون مشاكل. طبعا الجزء ده احنا قلناه خلاص، احنا قلنا بعت مالتي كاست، تمام؟ على الادرس 14 وكام؟ و15. يبقى قوه الاي اس اي اس جت في الايه؟ في الاستراكشر بتاعه، او في الجزء الخاص بمين؟ بحته الايه؟ السينكرونايزيشن، وحته بتاع الايه؟ بتاع الداتا بيس بتاعته، تمام؟ طيب هنفهمها ازاي مع بعض؟ قال لك تعالى بص على الايه؟ على السلايد الايه؟ اللي جاي. شايف السلايد اللي جاي بتشرح الفرق ما بين التوبولوجي بتاعت البوينت تو بوينت والايه؟ والمالتي اكسس. بالنسبه للبوينت تو بوينت زي ما انت شايف، اول حاجه الراوتر ده طبعا كون الايه؟ النيبر ريليشن شيب من خلال الهرم الاي اي اتش اللي عندك. بعد كده بدا يبتدي يبعت الار تي اي كومبليت سيكونس نتورك بي دي يو، تمام؟ لمين؟ للار تي بي، تمام كده؟ فبعد كده الراجل ده ما عندوش الايه؟ الايه؟ السيكونس ده، فيبتدي يطلبه بريكوست من خلال مين؟ من خلال بي اس ان بي بارشال ايه؟ سيكونس نتورك بي دي يو. فبعد كده الراجل ده يبعت له مين؟ الابديت، يقول له اتفضل اللي انت عاوزه، اتفضل المعلومه. الراجل ده ممكن يحصل عنده فيلير وما يوصلوش الايه؟ المعلومه، فما يبعتش الايه؟ نفضل مستنيين، ما بعتليش الاكنولجمنت، مش انا قلت البي اس ان بي ده عباره عن اكنولجمنت؟ في الحاله دي اكنولجمنت، اول مره كانت ريكوست. تعد بمثابه الايه؟ الريكوست. هنا ما وصلتليش، فهنا الايه؟ هبتدي ابعتها له تاني، اقول له طب اتفضل اللي انت عاوزه تاني. بعد بدا ايه؟ خلاص وصل له، يقوم قايل لي ايه؟ اكنولجمنت، وصل. تمام؟ يبقى دي الفكره بتاعت الايه؟ البوينت تو بوينت، ده قوه مين؟ قوة الايه؟ الاي اس اي اس. طب تعالى بقى في الايه؟ في التوبولوجي بتاعت المالتي اكسس. المالتي اكسس المايسترو مين؟ الدي اي اس، بس انت عارف ان كل الناس عامله ادجيسنس مع بعض، يعني الراجل ده عامل ادجيسنس مع ده وده، وده عامل مع ده وده، وهكذا، على عكس مين؟ الاوز بيف، كنا بنعمل كلنا ادجيسنسي مع مين؟ مع الدي اي اس بس. فهنا الدنيا بتختلف، الراجل ده لسه داخل جديد. فبدا يبعت مين؟ الابديت بتاعه. يقول لك انا جاي جديد بالشبكات دي او عندي سيكونس جديد، فيبتدي اللي بيبعته لمين؟ للدي اس. فالدي اس قال له طب خد الايه؟ السيكونس اللي عندي كله اللي هو الكومبليت سيكونس. ايه؟ طب مين اللي بيبعت السي اس ان بي؟ الدي اس، انا عندي المعلومات كامله. فبدا يقول له طب ابعت لي الحاجات الايه؟ اللي ناقصان، يعني انا عندي الاثنين دول معايا اصلا ولا اللي بعتهم لك؟ طب انا عندي الثلاثه دول ناقصين، فابتدي اطلب ايه؟ ابتدي اطلب ريكويست للايه؟ للثلاثة اللي ناقصين، تمام؟ فيبتدي يرد عليا بالايه؟ بالابديت. المفروض انا بعد كده هبعت له بقى الايه؟ الاكنولجمنت، الخطوه الايه؟ الاخيره، تمام؟ هو ده الايه؟ ده الفكره بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ المالتي اكسس، تمام؟ فهنا الهلو دايما كل 10 ثواني، ده الديفولت يعني، فالمالتي اكسس الايه؟ كل 10 ثواني ده الايه؟ ده الديفولت بتاعنا، وهنشوف الكلام ده فين؟ في الايه؟ في اللاب بتاعنا.
ده الايه ده السلايد الخاصه بمين بحته الايه الميكانيزم او الطريقه اللي احنا بنعمل بيها السنكرونايزيشن مع بعض، سواء كنا في بوينت تو بوينت او في الايه او في المالتي اكسس. هنا حته الايه الالجوريزم، احنا زي ما اتكلمنا قلنا في اللي هو الشورتست باس فيرست، ده موجود فين؟ في الاوز بيف. واحنا اتكلمنا عنه فين؟ في الاوز بيف. نفس الكلام الكالكوليشنز بتاعت الراجل ده بتعتمد على الايه؟ على الشورتست باس فيرست، بس حاجه اسمها الانكريمنتال شورتست باس فيرست. يعني ايه؟ كل ما احتاج حاجه بزودها. يعني ما ابتديش بقى اعمل توبولوجي كامله لكل الايه؟ لكل النتورك عندي، لا ده انكريمنتال، يعني كل ما احتاج حاجه ببتدي ازودها عندي في الرؤيه بتاع ازود. يعني ايه؟ ما بقى عشان كده احنا قلنا الجزء ده ايه؟ في حته ايه؟ سمبلسيتي او في فاست كونفرجن بسبب الايه؟ الاي اس بي اف اللي هو الانكريمنتال شورتست باس فيرست مع الجزء اللي هو خاص بالايه؟ بالايه؟ بالجزء اللي هو بتاع البي ار سي اللي هو البارشال روت كالكوليشنز. ده خلى حته الفاست كونفرجنز دي ميزه بالنسبه لمين؟ للاي اس اي اس. طيب بالنسبه للكوست، الكوست عندك بينقسم لحاجتين، نارو وايه؟ نارو ووايد. تمام بالنسبه لك جزئيه النارو والايه؟ والوايد. نارو اللي هو يعني نارو بالنسبه لك بيبقى رينج معين، مش هذكر الرينج بتاعه بالظبط بس هنجيبها لك فين؟ في كونفجريشن. تمام؟ والوايد انا على ما اعتقد يعني النارو كان الكوست بتاعك من واحد لكام؟ ل 63 تقريبا يعني. بالنسبه للجزء اللي هو خاص بالايه؟ بالوايد، لا الرينج بتاعك بيكبر شويه. الديفولت كوست بتاعك بتاع الانترفيس هو كام؟ هو 10. ده الديفولت ايه؟ الديفولت كوست بتاع الانترفيس في الاي اس اي اس كام؟ 10. عشان كده احنا انا بقول لك حسابات الكوست في الاي اس اي اس كومبليكيتد شويه، لان انت الشبكه عندك كبيره. على عكس مين؟ على عكس الاوز بيف كان اكيوميوليتيف ايه؟ كوست، كان حساباتك كلها ايه؟ حسابات تراكميه. تمام؟ حسابات ايه؟ تراكميه. طبعا الشورتست باس فيرست او القوه بتاعته ظهرت في حته الايه؟ البي ار سي. فين؟ في الايه؟ في الاي اس اي اس. لان هنا بيقول لك ايه؟ نفس الكلام اللي كنا بنعمله في الاوز بيف بيتم. تمام؟ لازم يبقى في سنكرونايزيشن في السنجل اريا. تمام؟ ولازم يبقى عندك نتورك توبولوجي. تمام؟ ولازم يبقى عندك شورتست باس تري من الايه؟ من اللوكال نود او الايه؟ او النود بتاعتك انت. كل واحد بيبص لمين؟ زي ما انت شايف الار تي اي بيبتدي يبص لكل الايه؟ لكل المسارات لحد الايه؟ لحد الار تي، سواء المسار ده او الايه؟ او المسار ده. ويحسب احسن مسار فين؟ موجود عنده. يعني يبقى قوته فين؟ في حته الاي اس بي اف اللي هو انكريمنتال ايه؟ شورتست باس فيرست. تمام؟ بالاضافه لقوته فين؟ في البي ار ايه؟ البي ار سي. بالنسبه طبعا للرسمه اللي احنا شرحناها خلاص، عرفنا الايه؟ الشكل او الديزاين بتاع مين؟ بتاع الاي اس ايه؟ اي اس. هنا بالنسبه بقى للايه؟ للجزء ده بيقول لك الانتر اريا راوتنج، يعني لو انت في اريا تمام وبتحاول تبص لايه؟ او بتبعت روتس لمين؟ لاريا ثانيه، ايه اللي بيحصل؟ زي ما انت شايف هنا في الاريا اللي هي اريا رقم واحد على سبيل المثال دي، عندنا هنا نون ايه؟ نون باك بون اريا، يعني عندي راوتر ليفل 1 عامل ادجسنس مع مين؟ مع ليفل 1، وليفل 1 عامل ادجسنسي مع ليفل 1 2 ان ذا سيم اريا. ده الكلام اللي احنا ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه. فالراجل ده عنده داتا بيس خاصه بمين؟ بايه؟ بليفل 1. يعني كل ده عنده داتا بيس خاصه بليفل 1 وليفل 1 وايه؟ والراجل ده عنده ليفل 1 وعنده داتا بيس خاصه بمين؟ بليفل ايه 2، وعامل نيبور مع مين؟ مع ليفل 2. فين؟ في الباك بون اريا. يعني اي حاجه ليفل 2 بالنسبه لك هتعد ايه؟ تعد باك بون اريا. وهم نفسهم عاملين نيبور ايه؟ ريليشن شيب. يعني الراجل ده عنده ال اس دي بي خاصه بمين؟ بليفل 2. تمام؟ والراجل ده عنده ايه؟ داتا بيس بليفل 2 وليفل 1. طيب الفكره بقى لو ليفل 1 عاوز يروح لحاجه في ليفل 2، عندك الراجل ده بيرمي عليه ديفولت ايه؟ بيرمي ديفولت روت. طيب لو انا عاوزه ما يرميش الديفولت روت، عاوزه يبتدي يبعت له المسارات التفصيليه، في امر انت هتعمله على الاي اس اي اس، هيعمل لك الكلام ده كله فين؟ في اللاب بتاعك. تمام؟ هيعمل لك الايه؟ الدنيا دي كلها فين؟ في اللاب ايه؟ في اللاب بتاعك. طيب نيجي للجزء اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده بيقول ايه؟ بيقول لك هنا الفرق ما بين الاي اس اي اس والايه؟ والاوز بيف. هيبتدي بقى ريكاب كل الحاجات اللي احنا قلناها في السيشنز الايه؟ اللي فاتت. هنا بيقول لك النتورك تايب، ركز بقى في الحاجات دي عشان اسئله ايه؟ الامتحان. النتورك تايب هنا لس. لس يعني ايه؟ يعني الراجل ده عندك بس بيسبورت البوينت تو بوينت والايه؟ والبرودكاست. تعالوا نسال في خلايا تفاعليه، يعني تعالى